أما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه، هذا الصحابي الجليل الذي روى الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فأبو هريرة من دوس، ودوس قبيلة عربية كان من أوائل من أسلم منها، صحابي جليل اسمه الطفيل ابن عمرو الدوسي. قدم الطفيل رضي الله تعالى عنه أرضاه مكة، فرأى فيما رأى ما يعانيه النبي عليه الصلاة والسلام من اضطهاد قريش له ولأصحابه ووقوفهم ضد دعوتي عليه السلام، والله جل وعلا أثبت هذا في القرآن، قال وكذب به قومك وهو الحق. ذلك العناء الذي وجده الطفيل بن عمرو في قلبه في صدره جعله يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى دوس، وأخبره أن دوسا حصن حصين وعز ومنعة، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العاقل لا يضع قدمه اليمنى حتى يعلم مكانا لليسرى، ولا أحد أكمل عقلا من رسولنا عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام للطفيل رضي الله عنه هل وراءك من أحد؟ أي أنت تدعوني إلى أن أذهب إلى دوس، فهل دوس تقبل هذا؟ هل ستمنعني؟ هل تقوم بواجبي؟ هل ستنصرني؟ فقال الطفيل وكان واضحا لا أدري، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء هذا لما ادخره الله عز وجل للأنصار الأوس والخزرج من مناقب، لئن عرف التاريخ أوسا وخزرج فلله أوس قادمون وخزرج. المراد أن الطفيل عاد إلى دوس وأخذ يدعو أهل دوس إلى الإسلام، فلم يقبل دعوته أحد إلا رجلا واحدا فيما ذكر، هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واسمه على المشهور الصحيح عبد الرحمن ابن صخر. أسلم أبو هريرة وكان في صباه كثيرا ما يحمل هرة معه، فكني بها فأصبح لا يعرف إلا بأبي هريرة، فأصبحت كنيته تطغى على شهرته. وهناك في أقسام العلم اسم ولقب وكنية، فالاسم تقول زيد، عمرو، خديجة، فاطمة، فهد، خالد، هكذا. واللقب ما أشعر بمدح أو أشعر بذم، إلا أنه في باب الذم أكثر، وكان أكثر استعمال ألقاب العرب في الذم، ولهذا قال القرآن ولا تنابزوا بالألقاب، إما يدل على أن الذائعة الشائعة أن الألقاب كانت تستخدم في الذم، لكن لا يعني ذلك أنها لا تأتي في المدح. بقي ماذا؟ بقي الكنية. الكنية ما صدر بأب أو أم أو ابن أو ابنة، هذا الأصل، لكن قد يتجاوز إلى غير الأبناء والبنات، كما في كنية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكما أن النبي عليه الصلاة والسلام كنى عليا رضوان الله تعالى عليه وعلى ابنيه، كناه أبا تراب، فأصبحت كنية لعلي رضي الله عنه يحبها ويجلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كنى عليا أبا تراب. هنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه شاع في العالمين، شاع في أهل قومه أولا أن اسمه عبد الرحمن، لكن شاعت كنيته وغلبت، فأصبح لا يعرف إلا بأبي هريرة. أسلم وهاجر إلى المدينة في السنة السابعة من الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام توفي في أوائل السنة الحادية عشرة من الهجرة في شهر ربيع الأول، أي أن أبا هريرة لم يدرك من النبي عليه الصلاة والسلام إلا سنين معدودات، لكنه رضوان الله تعالى عليه لأمر كتبه الله في الأزل وخطه في القدر، أن هذا الصحابي الجليل أصبح ملازما ملاصقا للنبي عليه الصلاة والسلام، هو لم يبعث يوما ما أميرا على سرية، ولم يقود لواء ولا ركبا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يسكن الصفة ويتحرى غدو النبي عليه الصلاة والسلام ومجالسه وخروجه وولوجه فيأخذ عنه، وكان حافظا، وهو من المكثرين من رواية الأحاديث، بل أكثر الصحابة رواية عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فكم له من الأجر الجزيل والعطاء من الله تبارك وتعالى جزاء ما حفظ لنا من أحاديث نبينا صلوات الله وسلامه عليه.